شيع في العاصمة صنعاء جثمان فقيد الوطن اللواء عبد الله الحضرمي مدير المؤسسة الاقتصادية الأسبق في موكب جنائزي مهيب، ووري جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء. وداع حزين غير عابر لرجل تودعه المآكي دموعا وروت المزن ضريحه مطرا. الفقيد اللواء عبد الله الحضرمي الذي اختاره الله الى جواره بعد حياه حافله بالعطاء في خدمه الوطن، واهمها عمله كمدير للمؤسسه الاقتصاديه اليمنيه وملحق عسكري في سفاره اليمن في الرياض، الذي شيع جثمانه في موكب جنائزي مهيب بالعاصمه صنعاء بعد الصلاة عليه في جامع الشهداء، ووري جثمانه الثرى بمقبرة الشهداء. فقيد القوات المسلحة ورجل الدولة والوطن اللواء عبد الله محمد الحضرمي، من عرفناه في تعز الحال وفي بداية الثمانينات رجلا قياديا اداريا من القاعدة الادارية في عهد الزعيم علي عبد الله الصالح، وكان النجم وكان الضابط الوهاب وكان المتواضع وكان الاداري درجة اولى وكان المخلق وكان مكتبه مفتوح الجميع. واليوم قالت لمن تستعرض مع عشرات الالاف في وداع بين المطر انها الوفاء وانها المحبة وان التقدير لهذا الرجل الفاضل. ونحن نودع هذه الشخصية الكبيرة اللواء عبد الله الحضرمي، ليس لنا الا ان نتذكر تلك المواقف البطولية الشجاعة التي عملها الرجل. كان رجلا من اعز الرجال واشرف النجال، ورجل بمعنى بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، قائدا فذ ورجلا حكيم رحمة الله عليه. نعزي انفسنا ونعزي آل الحضرمي جميعا، ونعزي محبي الوالد المرحوم عبد الله بن محمد الحضرمي، ذلك الرجل الخير الذي تشهد له صنعاء بأعماله الخيرة، يشهد له هذا الجامع الذي نحن الآن في رحابه، جامع الشهداء. كان له بصمة وجهد كبير في إنشاء وتأسيس هذا الجامع. أهالي ومحبو ورفقاء الفقيد الحضرمي أشهدوا بمواقفه الوطنية وأدواره النضالية، مؤكدين أن الوطن خسر أحد رجاله الذين أسهموا في خدمته، كونه كان أحد رجال اليمن الذين ساهموا في الكثير من الإنجازات، أبرزها مسجد ومقبرة الشهداء وعدد من المساجد في الأمانة، فضلا عن سعيه في عمل الخير والإحسان، باعثين العزاء والمواساة إلى أهله. كان رجل عظيم، مثال الأخلاق، كان قاد المؤسسة الاقتصادية بأمانة وإخلاص، وكانت المؤسسة الاقتصادية أحد المؤسسات المتألقة في خدمة المواطن في كل المجالات، إضافة إلى أعمالها الخيرة. رحم الله الفقيد، له محاسن كثيرة، وله يعني من الخير للكثير من الناس، كان يفعل الخير، كان يراعي الناس البسطاء، كان يراعي الفقراء. أبرز قيادات المؤسسة بل من أبرزها، وله بصمات كبيرة في مجال الخير في جامع الشهداء، مقبرة الشهداء، وأمور أخرى. الوداع الأخير حمل الكثير من الأسى لرحيله من أهله وذويه وأصدقائه لما خلد في حياته من مسيرة عطاء في خدمة وطنه. مختار الخطيب، اليمن اليوم. نشرة اليمن اليوم مستمر.